لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله. بعد هذا النداء جاء الأمر، قال فآمنوا بالله وسكته؟ لا، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. الأمي مو معناها ما يعرف يقرأ ويكتب، الأمي يعني المكي، لأن مكة هي أم القرى، والرسول الله كان يكتب بسبعين لغة، كيف يعلمهم الكتابة والحكمة وهو لا يعرف يقرأ كيف لا يعرف يقرأ ويكتب؟ الله يقول له اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فأول القرآن ينزل على النبي فيه القراءة والكتابة والقلم، ونقول النبي ما كان يعرف يقرأ ويكتب؟ كيف هذا الكلام العجيب؟ ها؟ لأن الناس ابتعدوا عن أهل البيت. الله يخاطبه، الله يخاطبه يقول اقرأ باسم ربك، احنا نقول ما كان يعرف يقرأ، كيف الله يقول له اقرأ؟ يعني أنت تأتي إلى أعمى وتقدم له كتاب تقول له اقرأ هذا الكتاب، أو تأتي إلى مقعد ما عنده رجلين وتقول له أركض 1000 متر بسرعة 60 كيلومتر بالساعة، يقول لك أنت أهبل، أنا ما عندي رجلين، أنا ما عندي آلة الركض. فالله لما يقول اقرأ يعني عنده آلة القراءة، يعني يستطيع أن يقرأ، بل هو أبو القراءة، بل القراءة وجدت من نور رسول الله صلى الله عليه وآله. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ثم يقول اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. شوف، علم بالقلم، هذا القلم. فأنا أتي أقول الله يقول له علم بالقلم وهو لا يعرف القلم، يعني هذه نعمة القلم الرسول يكون محروم منها، ونعمة الكتابة محروم منها، ونعمة القراءة محروم منها، فكيف قال لأصحابه آتوني بكتف ودوات وقلم لأكتب لكم كتاب؟ ما قال لتكتبوا أنتم وأملي عليكم، لأكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعده. لأن سيرة النبي أخذناها من أعداء رسول الله، فأظهرنا النبي أنه ما يعرف يقرأ ويكتب، بعدين نريد أن نمشي هذا الأمر أنه هو أمي ما يعرف يقرأ ويكتب، نقول انظروا هاي معجزة لرسول الله، نبي ما يعرف يقرأ ويكتب وجاء بالقرآن، عظيم ما شاء الله، عباقرة وتفهمون كل شيء. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله. من هو الرسول؟ النبي الأمي. الأمي يعني المكي، أنا ابن مكة ومنى، لأن مكة أم القرى، لتنذر أم القرى ومن حولها، فأمي نسبة إلى مكة، يعني حجازي مكي مدني هكذا، كربلائي ما نقولها شكل أحبابي. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، وكلمات اللهم أهل البيت والأئمة الاثنى عشر والزهراء، واتبعوه لعلكم تهتدون. هذا أمامك. ثم إذا كان رسول الله لا يقرأ ولا يكتب، إذا كان النبي ما يقرأ ويكتب، فكان يحتاج إلى من يقرأ ويكتب أم لا؟ يعني كان يحتاج إلى الناس، يجي سلمان الفارسي أو أبو ذر الغفاري أو عمر بن الخطاب أو أبو بكر أو أبو دجان الأنصاري، جابر بن عبد الله الأنصاري، يقول كل واحد منهم أنتم تعلمون تعرفون الكتابة والقلم، أنا ما أعرف أقرأ وأكتب، تعالوا اكتبوا لي. صار هو محتاج للناس، والرسول لا يمكن أن يحتاج إلى أحد، كل البشر يحتاجه ويحتاج إليه وهو لا يحتاج إلى أحد، فما ممكن. لذلك الإمام الجواد لما قالوا له مولانا، هو سأل رجل هكذا والإمام الصادق كذلك من أهل الكوفة، ماذا تقولون بكلمة النبي الأمي في القرآن؟ قالوا يقولون أنه لا يقرأ ولا يكتب. قال كذبوا وفجروا لعنة الله عليهم. سامع ولا ما سامع؟ كان رسول الله يقرأ ويكتب بأكثر من 70 لغة،
وليس فقط باللغة العربية، لأنه يقول له أقرأ، أقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، أقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فكيف الله يعلم الناس بالقلم وما يعلم حبيبه المصطفى بالقلم؟ بعدين نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. نون الحبر والقلم وما يسطرون الكتابة، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. لحظات اشرب ماء، الله يبارك فيكم، هاي الشحطة شحطة هذه من مما يحيط بي في هذا البث المباشر أحبت، الله يبارك فيكم، وكلها خير يعني ما فيها شيء. بسم الله الرحمن. سلام الله على الحسين، ولعن الله من حرمك من ماء الفرات يا أبا عبد الله. إذن قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هذول يذهبون إلى آية وما كنت كذا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. تخطه بيمينك إشارة إلى القرآن الكريم، القرآن وحي من الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى ينزله. هم يقولون هذه قراطيس اكتتبها فهي تملى عليه، هم نفسهم يقولون اكتتبها النبي، يعني يقولون أنه يعرف يقرأ ويكتب، حتى المشركين الكفار.